رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر إبريل، ووزارة العمل أكدت أن في 3408 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بتنتظر شباب من 16 محافظة. معنا أيضا من أخبار امبارح أن كان في توزيع عدد من العبوات الغذائية وعلاج للمرضى بالمجان في مبادرة معك في كل مكان، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها بالتفصيل في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر إبريل من عام 2024، وده من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. وأكد مدبولي دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونياً في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها، استكمالاً لجهود الحكومة في مختلف المجالات اللي بتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. امبارح أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية اللي بتعلن فيها عن فرص عمل جديدة، وتلقت طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لديها 3408 وظيفة متوفرة الآن في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة أو ذوي الهمم، وده برواتب مجزية بتحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات. ووجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة بورسعيد لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين. امبارح صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة 4 من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة وكهنة كنائس الكاتدرائية وخورس شمامسة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس. شهدت الكاتدرائية حضور شعبي كبير امتلأت جنباتها بهم.